فعلا على الرايح انا ها في بداية هذا الأسبوع الحمد لله طبعا صدرت جداول عن طريق شركة الأفريقية وعن طريق شركة البراق للنقل الجوي، وبإذن الله حتبشر اعتبارا من هذا الأسبوع في تسيير رحلاتها. مبدئيا حتكون الرحلات داخلية إلى حين صدور جدول الرحلات الدولية. إدارة المطار قامت بتكليف شركة خاصة بالتعقيب. دور الشركة هذه هي بداية وصول المسافر إلى المطار إلى حين صعوده للطائرة. التعقيب يشمل صالة الركاب ويشمل الركاب المغادرين، كما يشمل الأمتعة والعاملين بالمطار والطائرة المستعملة يعني اللي هي الناقلة يعني. احنا طبعا ما فتحنا لخدمة المواطن وللتواصل بين المدن، وان شاء الله ربي يعني حتى للمرضى لكن يعني راهو باقل الامكانيات، يعني المطار يخدم بامكانيات يعني بسيطة. التركيز طبعا على لبس الكمامة، التباعد داخل الصلاة، عدم دخول المرافقين في الصلاة، يعني هذا كله نحن الكلام اللي نحن نبوه كإجراءات احترازية يعني في المطار.